وطن شرف إخلاص. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. الجيش العربي السوري، هذا الجيش العقائدي المؤمن بقضايا الأمة والملتزم بالدفاع عنها. إنه جيش الإباء ورمز الكبرياء، تأسس على حب الوطن وقاتل لحمايته. حامل الأمانة وصاحب الرسالة، يقف كل يوم ليخط بدماء أبنائه بطولات سجلها التاريخ بأحرف من نور، برا وبحرا وجوا. حمى سوريا ضد أشرس هجمة مرت عليها عبر تاريخها الطويل. الأول من آب هو التاريخ الرسمي لتأسيس الجيش العربي السوري. في عيده نقدم آيات محبة وفخر واعتزاز وتحية احترام. في هذه المناسبة العظيمة نقول لجيشنا العربي السوري بأنواعه وصنوفه، ضباطه وصف ضباطه وأفراده، كل عام وأنتم بخير. وأيضا نقول لشعبنا العربي السوري كل عام وأنت بخير أيها الشعب العظيم الذي أنجبت هذا الجيش الباسل الذي يقوم بمهامه في أفضل صورة ممكنة. إن الجاهزين القتالي للقوات المسلحة كما في القوات البحرية أيضا تتوقف على العديد من أنواع وأشكال التدريبات، منها التدريب العسكري الذي يخطط وينفذ للمقاتل عند انضمامه إلى صفوف القوات المسلحة، أيضا التدريبات التي تتعلق ببناء جسد المقاتل العربي السوري حتى يتناسب مع طبيعة المهام الموكلة له في العاجل والعاجل المستقبلي. لذلك يخضع المقاتل العربي السوري في القوات المسلحة إلى تدريبات فيزيولوجية وجسدية واختصاصية، وتتوج هذه التدريبات أيضا بالتدريب السياسي العقائدي الذي يبني المقاتل نفسيا وليكون مؤمنا بعدالة قضيته الذي يقاتل ويناضل من أجلها. إن القوى البحرية في هذه المرحلة تنفذ عدة مهام إضافة إلى المهام الموكلة لها من خلال الحرب الشرسة التي تشنها القوى الإمبريالية والغربية ضد قطرنا الحبيب. ومن أهم هذه المهام تنفيذ الدوريات البحرية وعلى مدار الساعة على طول سواحلنا لمنع الأهداف المعادية من خرق مياهنا الإقليمية والتعامل معها في حال خرق. كما تنفذ القوى البحرية مهمة الرصد والمراقبة من خلال نقاط ومخافر ومحطات الرادار المنتشرة على طول الساحل لكشف الموقف السطحي، لكشف الأهداف المعادية وإعطاء الدلالة لوحداتنا وتشكيلاتنا للتعامل معها والتصدي لها وتدميرها. قوات مشاة البحرية السورية والتي تأسست عام 1950 أخذت على عاتقها حماية سواحل الوطن ومياهه الإقليمية، وكان لنا وقفة معها بمناسبة عيد الجيش 68. قبل حرب تشرين التحريرية تم إعداد الكوادر البشرية والتي هي العنصر الأهم للتعامل مع التقنيات الحديثة والعتاد الفني والقتالي، وانتظر رجال قواتنا البحرية ساعة الصفر، وجاء يوم السادس من تشرين فجاءت لحظة الصفر وكانت الفرحة الكبرى، فقد قام رجال قواتنا البحرية بالزوارق الصاروخية المعادية بأدق التفاصيل وحيث استخدموا المعلومات والمعطيات السطعية، واستطاعوا من تدمير هذه الزوارق والصواريخ ودمروا السفن المعادية وتعاملوا مع الطيران العامل على الاتجاه البحري ضد بحريتنا العربية السورية. بعد تنفيذ التدريب النظري يكون هناك تدريبا عمليا بالنسبة للسفن والزوارق الحربية، يكون على شكل إبحارات في البحر وتنفيذ مشاريع وتمارين قتالية باستخدام الأسلحة والوسائط الفنية بشكل حقيقي. أما بالنسبة للوحدات المتمركزة على طول الساحل أيضا يكون هناك تدريب عن طريق تحركات والانتقال
من مكان إلى مكان آخر أو إلى مكان الأعمال القتالية. منذ بداية الأزمة التي تعرضت لها سوريا، قامت القوى البحرية والدفاع الساحلي برفع درجة الاستعداد لكافة المقاتلين البحارة من أجل الدفاع عن الوطن والتصدي لهذه المؤامرة التي تشنها القوى الكبرى الطامعة في تدمير سوريا ونهب خيراتها وثرواتها. وقامت رجال البحرية العربية السورية بحماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة للمواطنين والمنشآت الحكومية من أجل أن يبقى الأمن والأمان والاستقرار يعم أرجاء مدننا وقرانا على طول الساحل السوري. رجال البحرية السورية، ولأنهم يدركون مدى التطور الذي وصلت إليه جيوش العالم، لم يألوا جهدا في متابعة مسيرة العلم ومتابعة آخر تقنيات العصر للتزود بها في وجه الهجمات الشرسة التي تعرض وما زال يتعرض لها الوطن الغالي. لا يخشون في الحق لومة لائم، لهذا أخذوا على عاتقهم رفع جاهزيتهم القتالية على الدوام لتبقى عيونهم ساهرة ترصد أي تحركات معادية لتكون لها بالمرصاد. وها هم لا زالوا يسطرون صفحات مضيئة في التاريخ، علموا العالم معنى البطولة والإخلاص وحب الوطن، أحبطوا كبرى المؤامرات العالمية التي استهدفت بلادهم وكانوا الصخرة التي تحطمت عليها جحافل الغزاة، لتبقى سواحلنا ومياهنا دافئة آمنة وينعم مواطنوها بالأمن كما باقي الأراضي والأجواء السورية.